السلام عليكم everybody. إذا في اليوم غادي نكملوا السلسلة ديال الدروس ديال كتاب فيزا بالنسبة للجذور المشتركة. كنت ديجا خدمت معكم يونيت نمبر 1 ويونيت نمبر 2، ودابا غادي نشوفوا يونيت نمبر 3 which is called food. إذا هذه الوحدة الثالثة عندها علاقة بفود. الفود هو الأكل، يعني أي مصطلح عنده علاقة بالأكل بالمأكولات والمشتريات، يعني غادي نشوفوه في هذه الوحدة اللي هي فيها يعني بزاف ديال الصفحات. غالبا 8 اللي كيكونوا، يعني من هاد الصفحه هذه 38 حتى الصفحه 46. اذا نبداو على بركه الله، وكما كان موالف كنقول لكم في كل فيديو، ما غاديش نبقى نقرا لكم النصوص، وانما انتم اللي غتقراوهم، انا غنبقى نعطيكم الاجوبه فقط باش نختصروا الفيديو ما يفوتش 20 دقيقه ماكسيموم كاع. اذا نبداو على بركه الله، هذه الصفحه كما قلت لكم 38، ونبداو اول تكست اللي هو على كوسكوس. اذا عندنا هنا واحد الشخص كيهضر انه باغي يوجد كسكس وخاصو مقادير، يعني شنو هما المقادير اللي غادي يحتاج. فانتم خصكم تقراو هاد الباراجراف وتعطيونا شنو هما المقادير اللي كاينين، يعني هما عاطين هنا اختيارات وحنا خصنا نختاروا الاشياء اللي كاينين، واللي ما كاينينش نخليهم في المربع يبقى خاوي. اذا لاحظتوا هنا عندنا 12 عنصر، اولا يعني كاين 12 ديال المقادير، ولكن 10 فقط هما اللي مذكورين. فاللي ما كاينينش، ما كاينش تشيكن وما كاينش تشيك بيز. تشيك بيز هي جلبانه، يعني في هذا الكسكسو هذا ما غاديش يكون دجاج، وما غاديش يكونوا ما غاديش تكون جلبانه، الباقي كلشي راه مذكور. يعني واخا غتلقاو هنا كلمه ديال تشيكن معقل، ها هي دي، ولكن قالوا بانهم ما كيعجبهم شي شخص فيهم ذا كريس ما كيعجبوش الدجاج، فغادي يديروا اللحم. صافي، اذا غادي ديروا كلشي على كلشي الا على تشيكن وتشيك بيز. نمشيو للجراما براكتيس. بالنسبه لهاد الجراما براكتيس شنو هو؟ هما الكلمات اللي كيتحسبوا والكلمات اللي ما عندهمش جمع. بحالاش؟ بحال السكر، فكلمه ليس لها جمع. استاذ عندها جمع، تلميذ عندها جمع، طاوله عندها جمع. فهمتوا؟ يعني غادي نبقاو نشوفوا الكلمات اللي عندهم جمع، الكلمات اللي ما عندهمش جمع، ونخدموا معاهم سام اور اني. سام هي البعض، واني هي ايون. اذا هذا الدرس ديال الكوانتيفايرز، يعني الادوات اللي كنستعملوا باش نهضروا على الكلمات. فهنا عندنا سام كما قلت لكم هي البعض، واني هي ايون. اذا فوقاش كنستعملوهم؟ واش مع الكاونتبل ولا انكاونتبل؟ نو، كنستعملوهم معاهم بجوج، يعني بجوجهم نقدروا نستعملوهم معاهم، ولكن كيكون الفرق في واش في الافرماتيف ولا في النيجاتيف ولا فاش. اذا اللي شفتوا هنا كيقول لكم قراو هذا الطابلو واعطيونا فين هما اللي صحاح. بحال دابا هنا في الاول كيقول لنا use some and any with countable and uncountable nouns. يعني واش كنستعملوا some و any مع countable and uncountable nouns؟ yes، كنستعملوها. this is true. use some in negative sentences. يعني some كنستعملوها في النيجاتيف، بحال ملي كنقولوا ما كاينش شويه من هذه الحاجه، فهذه ما كايناش، ما كنقولوهاش. so this is false. use any in affirmative and interrogative sentences. يعني كنستعملوا any في الافرماتيف في الجمل العاديه وفي الاسئله. هو النص صحيح والنص خطا، فما كنستعملوش مع الجمل العاديه، وانما كنستعملوه مع الاسئله وحتى النيجاتيف. اذا ندوزو للتطبيق اللي كاين في 39 باش نفهموا اكثر. اذا بالنسبه للتطبيق بي، عندنا fill in the blanks with some or any. بالنسبه لهنا ما تشوفوش واش كلمه كتحسب ولا ما كتحسبش، حيت ما كاينش فرق، وانما الفرق فين كاين غنشوفو واش affirmative ولا negative ولا interrogative. كمثال شفتو الجمله الاولى I want to go to the market to buy vegetables. اذا هذه جمله affirmative. اذا شنو غنستعملو، some ولا any؟ غادي نستعملو some، القليل من. نمبر 2 or B. What do we need? A. We have potatoes. نفس الشيء غنديرو some. But we don't. ها هي كاينه هنا النيجاتيف، شتو النيجاتيف. إذا في النيجاتيف كديرو any. هنا عندنا do we have carrots. إذا هنا عندنا علامة استفهام غنديرو any. إذا قلت لكم any كنستعملها في علامة استفهام وكنستعملها في النيجاتيف. don't ها هي نفس الشيء عاوتاني any. but we have، ولكن هنا عندنا جمله عاديه ما كايناش النيجاتيف وما كاينش السؤال، اذا هنا غنديروا some. مفهومه؟ كنتمنى هذا يعني هاد الجوج ديال الكلمات ما يغلبوكمش، راه ساهلين ماشي شي حاجه. بالنسبه للسنين كما كنقول لكم ما غاديش نبقاو نديروا، حيت خص الاستاذ يخدموا معكم في القسم على شكل داتا شو ولا يعني مسجله او لا بي سي، او لا يعني ما يمكنش انا نخدم معكم هنا. بالنسبه لهاد التمرين اللي كاين في الصفحه 40، التمرين الاول ماشي يعني هو
تواصلي، يعني واحد التمرين تواصلي. هنا عندكم كيفاش انكم تطلبوا شي وجبه في الريستورون، يعني في المطعم. ملي كتدخلوا للمطعم اشنو هو الحوار اللي كيدور بيناتكم وبين النادل، يعني الكارسون اللي كيكون تما. فهادو جوج امثله، ها هما دو جوج امثله هنا، غيقول لكم اسر قراوهم، ان حاولوا انكم ديروا بحالهم. ونفس الشيء يعني انتم من بعد ما تقراو هاد الجوج غتحاولوا انكم ديروا، يعني ملي كتدخلوا كتقولوا هاي هاو ار يو، يعني غتطلبوا شي حاجه غتقول له جيب لي الماء جيب لي عصير، يعني ها هما دو كاين كل شيء هنا. نمشيو للريدين. اذا نشوفوا هاد الريدين عندنا هنا نص، وعندنا الاسئله ديالهم. اذا بالنسبه لهاد الفقره هذه علاش كتهضر؟ كتهضر على الشوربه، كيفاش اننا المغاربه كيوجدوا الشوربه او الصوبه يعني ديال الخضر. فهنا قال لك قبل ما تقراو هذا الباراجراف عطيونا شنو هما المقادير اللي كتحتاجوا للشوربه، يعني نتوما عارفين انا ما عارفش، فتقدروا تقلبوا عليهم ولا تسولوا الامهات ديالكم. نو كومبير اند ديسكاس يور ليست ويز بارتنر، يعني هنا في القسم غتقارنوا واش نفس المقادير اللي عندكم في الورقه. نو من بعد هنا عندنا طريقه كيفاش انكم توجدوا هاد الشوربه هذه. وهنا عفوا، وبالنسبة للتمرين الثاني يعني هنا خصكم تخرجوا لنا المقادير اللي كاتبين هنا. نريد سو بريبريشن اجين ان كومبليت ليست اوف انجريدينتس، يعني هنا خصكم تعطينا بحال عندنا 250 غرام ديالاش، جوج ديال الاشياء، جوج المهم انتم حاولوا تخدموها، وانا غنوقف الفيديو ونكتب هاد المعطيات ورجعوا. اذا انا حاولت نكتب هاد المقادير، هادشي ردونا شنو ميشا دابا فهادشي. المهم يعني كاين ميت، اللحم، البطاطا، الجزر، البصل، ما عرفش شنو اخر كاين، اش كيقولوا، قزبور ومعدنوس، الزيت، زعفران، ابزار، ملحه، المهم الروينه فاش ما نعرف. نمشيو دابا للصفحه 41. صراحه يحسن عنوانكم مع هذا الكتاب، مرون مرون مرون، ما عمرني ما شفت شي كتاب بحال هذا. داك الاوتلوك بعدا الخدمه فيه باينه، اما الكتاب هذا صراحه. المهم write the foods in appropriate columns، اذا عندنا هنا المأكولات وهنا خصنا نرتبهم على حسب الخانه ديالهم. عندنا هنا greens الحبوب، fruit الفواكه، vegetables الخضر، اللحوم والبروتينات الاخرى، هنا مشتقات الحليب، وهنا السكريات ولا يعني الدهنيات. اذا انا رقمتهم من 1 حتى 32 ونحط الارقام هنا مباشره. نتوما وقفوا الفيديو ونقراو الارقام. اذا انا رجعت كتبتهم، ما درتش الارقام، كتبتهم هكا باش يكون واضح لكم احسن. وقفوا الفيديو ونقلوهم ونمشيو للتمرين الثاني. بالنسبه للتمرين الثاني خصنا نحطوا الكاونتبل نونز والانكاونتبل نونز، كما قلت لكم يعني فين هما الكلمات اللي كيتحسبوا وفين هما الكلمات اللي ما كيتحسبوش. اذا هنا غادي نرجع لهذا التمرين، يعني ما غاديش نكتبهم لكم في الطابلو، هنا غنبقى نكتب لكم سي بالنسبه اللي كيتحسبوا و اي بالنسبه اللي ما كيتحسبوش. اذا رجعت كتبتهم هنا، هما دو سي هما اللي كيتحسبوا والباقي راه ما كيتحسبش. نمشيو للتمرين اللي موالي. بالنسبه للتمرين الموالي ديال الرايتين، شنو نطلب منكم هنا؟ عطيكم كما قلت لكم بالنسبه لهذا التمرين هذا، يعني عطيكم هنا المقادير ديال كيفاش انه يتعمر اتاي، وانتم خصكم تجمعوا هذا الشيء كامل تحطوه لنا على شكل باراغراف. اذا انا خديت الوقت وقفت الفيديو وكتبت لكم يعني الطريقه، انتم عليكم غير تنقلوها وردوا عليا كيفاش كان الجواب في القسم. اذا ها هي، وقفوا الفيديو نقلوها، بلاتي نقرب لكم الفيديو شويه، نقلوها ونمشيو للتمرين الموالي. ها هي دابا كنضرب انها باينه مزيان. دابا حنا وصلنا للصفحه 42. اذا عندنا هنا ديالوج ما بين سوزان وماريا، كيهضروا على يعني كيف شنو هما المقادير اللي غيحتاجوا بالنسبه للحريره المغربيه. ها هما دول المقادير محطوطين هنا، وعندنا شي اسئله ديال الفهم هادو. اذا نتوما قراو هذا الشيء كامل كما موالفين كنديروا، ونعطيكم اجوبه مباشره. اذا قال لك هذا الجمل والصحيح او لا خطا. اذا عندنا هاد جوج الجمل صحاح وهاد الجمل خطا، نشرحوهم لكم. نون عندنا هنا الحريره كتحتاج بزاف ديال الطماطم، ياس هذه صحيحه. علاش؟ الا شفتوا هنا الطماطم فين هما، محتاجين كيلو، كيلو ديال الطماطم فراه بزاف. وهنا ما محتاجينش بزاف ديال الدقيق ديال الطحين، كذلك صحيحه حيث مكتوبه فقط 100 غرام ديال الطحين، ماشي بزاف. بالنسبه هنا محتاجين بزاف ديال البصل، كذلك هذه خطا. يعني شحال البصل كيحتاجوا؟ كيحتاجوا وحده فقط، راه كاين تما 1 اونين. وبالنسبه للحم كيحتاجوا بزاف، فكذلك خطا حيت عطينا تما 250 غرام اللي هي رابعه.
يعني انتم قراو داكشي وحاولوا انكم تاخذوا غير الاجوبه غير من هنا كما كنعطيكم مباشره. هما الغايه من هذا الديالوج هذا ماشي انكم تعرفوا الحلال تصاوبوها ولا، وانما تردوا البال لهذا اللوت اوف ماتش، اللوت اوف ماتش، حيت هما اللي مبني عليهم التمرين اللي من بعد هذا الدرس. اذا قبل ما نبدا نجاوب لكم على التمرين اللي كاين في الصفحه 43، كاين عندكم ثلاثه اختيارات، عندكم اللوت اوف وميني وماتش. بالنسبه للماتش كنستعملوا مع الكلمات اللي ما كتحسبوش، ميني مع الكلمات اللي كيتحسبوا، واللطف معهم كلهم. وهاد ثلاثة الكلمات بجوج ثلاثة بهم كيعنيو الكثير من، يعني كلهم بالعربية بحال بحال، ولكن في الإنجليزية مختلفين. إذا نبداو بأول وحدة، هاو إكس. نو هنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو هاو ميني. علاش؟ حيت ميني كتمشي مع الكلمات اللي كيتحسبوا، صافي. نو ندير إيزنت شوغر، هنا غنديرو إيزنت ماتش شوغر، حيت شوغر ما كتحسبش ليه، هو السكر ما عندوش الجمع. دير ارنت كاروتس، اذا هنا غنديرو دير ارنت ا لوت اوف كاروتس، يعني ما كاينش بزاف ديال الجزر. نمبر 3، نمبر 4، هاو عندنا شوغر نفس الشيء، اذا هنا هاو ماتش، هو ماتش شوغر، شحال محتاجين ديال السكر. نمبر 5، دير از ميلك ان ذا فريج، اذا هنا غنديرو لوت اوف. نو كيما قلت لكم بثلاثة بهم كيعنيو الكثير من، هذه كنستعملوها مع الكلمات اللي كيتحسبوا، هذه مع اللي ما كيتحسبوش، وهذه معهم بجوج. غير الفرق بيناتهم كيبقى غير واش افرماتيف ولا نيجاتيف ولا انتروغاتيف. اذا هذا الدرس ديال السنين كذلك غنتخطاوه، غنمشيو للصفحة 44. اذا صفحة 44 كذلك المقادير ديال واحد الطبق مغربي، قهرونا بهذ الاطباق. نو هنا قال لكم غتقراو يعني المقادير وغتقول لنا اش من اكلة هذه، يعني فيها دنجال، مطيشة، التومة، الزيت، الحامض، الكمون، المهم يعني هذا الشيء باين بانه زعلوك. هو الزعلوك راه ما كاينش عنده ترجمه بالانجلي، بلا ما يسونيش واحد شنو هو الزعلوك بالانجلي، يعني ما كاينش ترجمه، قول له الزعلوك وشوف واش غيقول لكم. اذا the steps of preparation are scrambled, put them in order, write 1 to 6. يعني هنا ها هو الطريقه كيفاش نوجدوا هذا الزعلوك، وغتعطيونا الترتيب الصحيح ديال الطريقه، حيت هذا الشيء راه ما مرتبش، نتوما خصكم تكتبوا لنا الطريقه الصحيحه. اذا انا حاولت نرتبهم لكم، عندنا من واحد حتى 6، 1 2 3 4 5 6. اذا هادو بالترتيب ديالهم. بالنسبه ل 6 التمرين هذا هو حمقني باش خدمته لكم. which words go together، يعني شنو هما الكلمات اللي كيمشيو مع بعضياتهم. هانتوما وقفوا الفيديو، راه كنظن بان الصوره واضحه مزيان، نقلو كل وحده مع الكلمه اللي كتمشي معاها. بحال دابا هنا كاتبين اباوت الاف، يعني قنينه ديال اش ديال الزيت، واحد القرعه ديال الزيت. بالنسبه لهذه، هذه قاروره ولا جاجه ديال اش ديال الجام ديال الكوفيتير، يعني ديك القرعه ديال الكوفيتير ديال الجاج. المهم يعني هذا الشيء كامل انتم وقفوا الفيديو ونقلوهم، انا غادي نمشي دابا للتمرين اللي من بعد منه. وإذا بالنسبة للتمرين 7 عاوتاني، كيفاش توجدوا لنا البيض المخفوق؟ قهرونا هادو اليوم. نو ريورد ذا فولوين ستيبس تو رايت باراجراف، يعني هاد عندنا الخطوات ديال كيفاش انا نوجدوا هاد البيض المخفوق، ولكن ما مرتبش، يعني خصكم ترتبوه. ها هما الارقام مرتبتها لكم في الجنب. اذا ها هو نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. كنظن بانهم باينين، وقفوا الفيديو نقلوه نمشيو الصفحة 45. إذا بالنسبة لهذا الباراجراف اللي عندنا هنا، هاد البنت سميتها جين ودايرة ريجيم، دايت هو الريجيم، يعني وكتعاود لينا شنو كتاكل في الفطور في الغداء وفي العشاء، يعني كتمشي خطوة خطوة شنو هما الأشياء اللي كدير، وحنا خصنا نجاوبو هادو هو الصحيح أو لا خطأ. إذا وقت الفيديو كتبتهم فصدقوا كلهم فولس، كلهم خاطئين. اذا بالنسبه للاولى قال لك بانهم يعني بعض المرات كتقدر دير توست مع الزبده والكوفيتير، ذيس از فولس. كاينه في الباراجراف الاول، يعني هي كتاخذ واحد البيس ديال توست مع باتر اند جام اونيت. سو ذيس از يعني شنو كتبت هنا؟ فهنا الجواب الصحيح هاد سام تايمز هي هادي، يعني بعض المرات شنو كتاخذ كاس ديال العصير ديال الليمون مع الحبوب والحليب، هاد هما الاشياء اللي كدير سام تايمز، غير من بعد ملي كتكون هكا فيها الجوع بزاف اللي كدير هاد التوست. بالنسبه لهذه يعني عمرها ما كدير الفرماج في الصباح، ما كتاكلش الفرماج في الصباح، نو كتاكلو هاي ليتل تشيز. وبالنسبه للثلاثه ما كتاخذش ما كتغداش في الدار،
حتى هذه خاطئة. يعني هنا شنو كتبين؟ اي يوجلي، يعني مرة كنتغدى في الخدمة، يعني راه كتغدى حتى في الدار. وبالنسبة للرابعة sometimes، يعني بعض المرات كدير المايونيز في الساندويتش ديالها كذلك، يعني هذه خاطئة، ماشي sometimes. بلاتي نشوف on the bread. yes، يعني هنا ماشي في الساندويتش وإنما في الخبز. ها هي bread for dinner. يعني في الليل كتاكل اللحم والهامبرغر. هي بصح كتاكل اللحم ولكن ما كتاكلش الهامبرغر. كاين هنا في الباراجراف، ها هي I have steaks or hamburger with salad. يعني هنا عندنا او اور، وهنا كاتبين لنا اند. اذا دابا ندوزو للتطبيق. اذا بالنسبه لهذا الجراما هو تكمله الفيديو ولا الجزء الاول اللي خدمنا عليه ديال ماتش ولا ميني ولا سام ولا اني. فهادو تكمله ديالهم. عندنا افيو وليتل، هادو بجوجهم كيعنيو شويه من شي حاجه. غير افيو كنستعملهم على كلمات اللي كيتحسبوا، وليتل كنستعملهم على كلمات اللي ما كيتحسبوش. هذا هو الفرق اللي كاين بيناتهم. اذا هنا خصنا نشوفوا الكلمات كلهم غنديروا يا اما ليتل ولا افيو، ولكن واش الكلمه كتحسب ولا لا. بحال دابا كريم ما كتحسبش، اذا هنا غنديروا ليتل. صافي هذا هو الفرق. اند لامس، ها هي اس كاين هنا، يعني هنا غنديروا افيو. الا كانت الكلمه جامعه غنديروا افيو، ما كانتش كتحسب غنديروا ليتل. اذا ها هو اس، هنا غنديروا افيو. سالاد فور لانش، شي سام تايمز ايت سالاد ليتل. سردينز هي اس افيو. عندنا هنا بريد الخبز ما كيتحسبش ليتل. شي يوزلي هاز ليتل. انا الدرس هذا سهل، خصكم غير تعرفوا واش كلمه كتحسب ولا ما كتحسبش. اذا بالنسبه لهذا الدرس هذا راه ديال السنين، ماشي يعني الجواب ديالو غنعطي لكم انا، وانما كما قلت لكم خص البي سي ولا داتا شو ديال الاستاذ. اذا بالنسبه للكوميونيكيشن عندنا عاوتاني هاو ماني وهاو ماتش. هاد هاو ماني كنسولو ملي كيكون العدد، بحال دابا كنقولوا شحال ديال الاشياء اللي كيتحسبوا. وهاو ماتش كنسولو على الثمن، ولا كنسولو على الاشياء اللي ما عندهمش جمع. الى لاحظتوا هنا عندنا هاو ماني بيتزاز، ها هي اس. هاو ماني باتلز، ها هي اس. هاو ماني كاروتس، ها هي اس. وبالنسبه للماتش كلمات ما عندهمش جمع، شوكر، سكر، لحم، و سميتو الابزار، يعني هادو ما عندهمش جمع. هو نفس الشيء احنا غادي نخدموا هاد التمارين اللي تحت. وبالنسبه للصفحه الاخيره هاد شحال هادي 47، فهي عندها علاقه بالثقافه البرازيليه والثقافه الصينيه. يعني هنا جيبنا جوج الاشخاص، كاين هاد لولا من البرازيل وكاين وونغ من الصين. يعني كيهضروا لنا على الثقافه ديال الاكل ديالهم كيفاش دايره، وحنا خصنا نعطيو واش صحيح او خطا مع التحليل. لو ريد ترو اور فولس جاستيفاي. نو لولا از ان برازيل، يعني لولا كاينه في البرازيل. نو هذه خطا، هي من البرازيل يس، ولكن كاينه في امريكا دابا. ها هي اي ام ستودنت ان ذا يو اس اي. بالنسبه لجوج، اونلي فيو بيبل ان برازيل يوجولي هاف لايت دينر، يعني قلالين الاشخاص في البرازيل اللي كياخذوا اكل خفيف. فهذه كذلك خطا، علاش؟ حيت كاين بزاف اللوتوف. هايدي فور ماني، ماني بزاف. بالنسبه لثلاثه حتى هي كذلك خطأ، برازيلينز يعني البرازيليين ما كياخذوش الاطفال ديالهم للريستورون في الليل، كذلك كاينه خطا، كاين هي كيدز اوت ات دينر. نمبر 4، there aren't any similarities، يعني ما كاينش شي تشابه ما بين البرازيليين والصينيين في الاكل. هذه صحيحه. بالنسبه للخمسه، there aren't many forks، يعني ما كيكونش الفرشيطه والموس في المطعم الصيني. هذه صحيح، كيكون داك ستيكس، داك جوج عواد اللي كيبقاو ياكلوا بهم، مشهورين بهم هما. وبالنسبه للسته، Chinese people are embarrassed، يعني هما الصينيين كيحسوا يعني بحال حرجتيهم ولا شي حاجه الا ما كليتيش الماكله اللي حطوا لك في الطبسيل. فهذه كذلك صحيحه، يعني الا حطوك شي حاجه خصك تاكلها، عجبتك ولا ما عجبتكش شغلك هذاك. ناو نمبر 6، اذا هنا بالنسبه للتمرين 6 عندنا 4 ديال الكلمات في كل رقم، خصنا نلقاو الكلمه اللي ما منتمياش ليهم. بحال دابا عندنا التفاح، الليمون، الموز، وعندنا الطماطم. فمطيشه هي الحاجه اللي خارجه من هاد الاربعه. اذا بالنسبه لواحد الحاجه اللي خارجه هي كيتشاب. بالنسبه لجوج هي غلاسز. نتوما ديما الا بغيتو تخدموا التمرين وقفوا الفيديو خدموه عاد شوفوا الاجوبه. بالنسبه لثلاثه ويتر، بالنسبه لاربعه ايس كريم، وبالنسبه للخمسه كوسكوس.
اوكي. اذا نشرح لكم اخر حاجه اللي هي الرايتين. هادو اسئله شفويه، ما يعني ما غاديش تكتبوهم، ماشي غادي تجمعوه في قرا ولا شي حاجه. اذا هنا كاين اسئله وانتم خصكم تجاوبوا عليهم. بحال دابا واحد، دو بيبول ان مروكو يوجلي ايت توغيدر، واش المغاربه كياكلوا مجموعين؟ هنا واش كياكلوا في تباصل كل واحد في التبصيل ديالو، يعني راه باينه هذه اه هذه لا. وشحال ديال الاشخاص كيبقاو يستعملوا الفرشيطه والموس، واش حنا زعما مغاربه كنا فرشيطه والموس ولا تغماز؟ نمبر 4، دو بيبل شنو كيديروا الاشخاص قبل ما ياكلوا، شنو كيقولوا قبل ما ياكلوا، وهنا شنو كيديروا من بعد ما ياكلوا. يعني هادشي راه بسيط، حاولنا نكون نديروا جمل بسيطه. اذا الى استفدتوا ما تنساوش تخليو لايك كومنت شي تعليق من عندكم.